اتفضل يا سحاب. اولا احنا سعداء جدا بهاي المشاركه، ممثلين لايضا المنطقه والاقليم، هناك ايضا عدد كبير من الدول الحمد لله في اقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا ممثلين في هذا الموضوع. سعداء جدا باننا سنلتقي مصر ان شاء الله في هذه المباراه القادمه. المشاركه مشاركه لايضا ابراز قدرات هذه الفئه من ابنائنا الرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصه، ونتمنى ان شاء الله ان يستمر هذا التطور. نحن اليوم اكثر من 33 رياضي مشارك في هذه الالعاب، ان شاء الله نتمنى ان نكون ايضا اعداد كبيره، ومتوقعين ان شاء الله تكون ابو ظبي ايضا محطه رئيسيه في تاريخ الاولمبياد الخاص الاقليمي والاولمبياد الخاص الاماراتي، ومستعدين لاي تعاون ان شاء الله فيما يخص دعم هذه البطوله، وكلنا مع ابو ظبي في 2019 لتكون ان شاء الله المحطه الامثل، المحطه الاكمل، المحطه المميزه اللي بتبرز اهتمام ورعاية قياداتنا لهذه الفئات من كافة الجوانب، وسيكون إن شاء الله هناك برامج مصاحبة ستكون داعمة لجميع برامج المنطقة. طب بالنسبة لألعاب أبو ظبي 2019، إيه اللي ممكن نقول هتبقى أفضل ألعاب وأعظم ألعاب؟ طبعاً الألعاب إن شاء الله واستعدادات الألعاب أوردي بدأت، ونحن تم تشكيل اللجنة العليا وتم تعيين مدير البطولة وأيضاً اللجان الفرعية، وإن شاء الله ستكون هناك مفاجآت كثيرة ستبدأ أيضاً في موضوع البرامج الصحية والبرامج الاجتماعية، وكذلك أيضاً دورة إقليمية أو بطولة إقليمية ستجمع جميع برامج المنطقة، ستكون بمثابة شبه بطولة، ونحن على استعداد، ودائما ابو ظبي لما تحط ايدها في شيء ان شاء الله ستكون الافضل، ونتمنى التوفيق للجميع. قبل الختام يا شيخ، العلم هل في اي حاجه يعني هو الحفل تعرف هو بروتوكول لاستلام العلم، لكن هناك سيعرض ايضا جزء بسيط عن ابو ظبي واستعدادات ابو ظبي لهذه البطوله، وسيكون ايضا ان شاء الله بحضور سمو الشيخ نهيان بن زايد ال نهيان اللي هو رئيس مجلس ابو ظبي الرياضي والممثل الشخصي لراعي البطولة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. مفاجأة. شكرا للتلفزيون المصري على هذه الاستضافة.